الزميل عبد العزيز الحميد التقى بحسن الناقور رئيس اللجنة المنظمة. والله شوف احنا يعني حددنا بعض الامور بالنسبه للتذاكر، حددنا الاسعار التذاكر ان شاء الله بتكون المنصه متقسمه على قسمين 3000 و1000 بتكون بلاتيني وذهبي، وايضا بيكون في 140 ريال بتكون هذه بالنسبه للدرجه العاديه، وبيكون ايضا للدرجه الثانيه بتكون ب 20 ريال، يعني الاساس تكون في متناول جميع الجمهور وتكون في اكبر عدد من الجمهور يكون حاضر. يعني اكتسبنا خبره من يمكن اعتزالات سابقه انه كانت الاسعار شوي مرتفعه وكان في قله في هذا الجمهور، لكن ان شاء الله في هذا الاعتزال بيكون ب 20 ريال ومتناول الدرجه الثانيه في كل الجماهير. طبعا يعني السعر مرتفع في المنصه للخدمات المميزه اللي بتكون مقدمه في المنصه.